بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. مشاهدينا الكرام، شهر رمضان، شهر النفحات، شهر الرحمات، شهر البركات، شهر ترفع فيه الدرجات وتنال فيه الرغبات وتغفر فيه الزلات. هذا الشهر العظيم أدعو الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. هذا الشهر الذي قال عنه الحق جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا هذا الشهر الكريم الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر له فضائل كثيرة ومتعددة، فضائل لا تعد ولا تحصى. شهر كريم عظيم اختصه الله عز وجل بليلة كريمة عظيمة، هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أدعو الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشهر الكريم وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. نتعرف على فضائل هذا الشهر الكريم في هذا اللقاء بصحبة ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك أستاذنا الدكتور. رحب الله بك، أهلا وسهلا دكتور أشرف، يا مرحبا، أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور، يعني فضائل هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان لا تعد ولا تحصى، يعني نغتنم هذه الأيام قدر استطاعتنا ونشمر السواعد في هذا الشهر الكريم لكي ننال رضوان الله عز وجل ومغفرته ورحمته. بداية لو تحدثنا عن بعض هذه الفضائل في هذا الشهر الكريم، ثم نتحدث عن بعض الأمور الخاصة بالصائمين في هذا الشهر إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا صلى الله محمد عليه وسلم، النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى سيدنا محمد سيدي ولدي آدم ولا فخر، صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا أهلا وسهلا حضرتك وبسادة المشاهدين الأكارم، والحمد لله الذي أطال في أعمارنا إلى أن أدركنا هذا الشهر الفضيل. شهر رمضان له فضائل كثيرة، نعم، فمن أهم فضائله أنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النار، نعم، شهر الكرامة وشهر البشارة وشهر الشرافة وشهر الخير كله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. نحن الآن نعيش في ظلال نفحات كريمات طيبات من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام، نعم. وهذه النفحة قال عنها ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نعم، وبينات من الهدى والفرقان، نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ربنا سبحانه وتعالى أكرم كل شيء يتعلق بالقرآن، نعم. القرآن الكريم يا دكتور أشرف لما نزل في مكة المكرمة، نعم، جعلها ربنا خير بقاع الأرض لتنذر أم القرى ومن حولها، نعم، وتنذر يوم الجامع لا ريب فيه. القرآن لما نزل في رمضان فرض الله علينا صيام رمضان، فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. وقال عن أيامه الطيبات: أياما معدودات، نعم، معدودات بالخير والنفحات والبركات والإحسان، فعلى المسلم أن يحسن اغتنامها. نعم. نعم. القرآن الكريم لما نزل في غار حراء، سبحان الله، ماذا رأينا؟ كان غارا طيبا مباركا. القرآن الكريم لما نزل من اللوح المحفوظ، نعم، إلى السماء الدنيا كان نزوله في إحدى ليالي رمضان،
ما شاء الله. وهذه الليلة قال عنها ربنا نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر نعم. وما أدراك ما ليلة القدر نعم. والقدر هنا معناه أنها ليلة ذات قدر كبير وعظيم وذات نعم. شرف عظيم أو هي ليلة التقدير، بمعنى يقدر الله تعالى فيها آجال العباد وأرزاقهم ومعاشهم وأحوالهم من العام إلى العام نعم. وسماها ربنا بالليلة المباركة، وهي ليلة طيبة من ليالي رمضان. قال عنها ربنا في مفتتح سورة دخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فهي ليلة الفرقان، وهي ليلة التقدير، ليلة من ضمن ليالي رمضان. حينما نذكر فضائل هذا الشهر علينا ألا نغفله عن هذه الأيام وهذه الليالي الوترية نعم. ضمن الليالي العاشر الأواخر من شهر رمضان نعم. فيها ما فيها من عظم الثواب، نتحرى فيها ليلة القدر، نتحرى فيها ليلة القدر وثوابه العظيم بالضبط. حينما نذكر رمضان نذكر مضاعفة الحسنات في هذا الشهر الفضيل نعم. وكذلك يعتق الله تعالى فيه رقابا من النار نعم. رقابا من النار لمن كان حيا، ورقابا من النار ربما لمن حقت عليه كلمة العذاب نعم. فلقي الله سبحانه وتعالى وهو مذنب، فأراد الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار قبل الحساب يوم القيامة نعم. وهذا لا يكون إلا في رمضان في ليلة السلام التي قال عنها ربنا: سلام هي حتى مطلع الفجر نعم. ولذلك الأمل يجب أن يكون موصولا بالله ومع الله نعم. فكل أمل في الله موصول جميل. وكل أمل في غير الله تعالى مقطوع، والأمل الكبير وبارقة الأمل يجب أن تتجدد مع أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة من كلنا أمل أن الكريم وأن الحنان وأن المنان سبحانه وتعالى نعم. سيمن علينا كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: الله عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن صام وقام نعم. صام نهاره وقام ليلة نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع نعم. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نعم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جميل، أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم. يعني لا شك أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثيرة ومتعددة، وأبواب الخير كثيرة ومفتحة في هذا الشهر الكريم، نغتنم منها كل حسب إمكانياته وكل حسب يعني ما تمتع به من صفات وعزيمة وجد واجتهاد. لو تحدثنا عن إفطار الصائم وإطعام الطعام في هذا الشهر الكريم، وبخاصة ونحن في هذه الظروف، ماذا تقول لكل المنفقين في هذا الشهر، لكل من يطعمون الناس، لكل من يفطرون الصائمين؟ وهذا يعني مما يحمد لشعب مصر العظيم، الموائد ويعني التجمعات في هذا الشهر الكريم وإفطار الصائمين، لا شك أنه يعني حدث عظيم في مصر لم نجده في أي بلد من البلدان الأخرى. نعم والله يا دكتور أشرف، بالمناسبة أريد أن أقف بك ومعك نعم. في آية قرآنية قال عنها ربنا في سورة يوسف عليه السلام: وقال الذي اشتراه من مصر نعم. لامرأته أكرمي مثواه نعم. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تخيل لما يقول عزيز مصر وهو الآن بمثابة رئيس الوزراء نعم. العزيز آنذاك كان هنالك الملك، وقال الملك إني أرى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، الملك هو الحاكم نعم، والعزيز بمثابة رئيس الوزراء. تخيل لما عزيز مصر آنذاك يقول لامرأته أكرمي مثواه، مثوى من نعم. إنه عبد كان يباع في سوق النخاسة صحيح. في سوق الرقيق، يوسف عليه السلام لما نعم. بيع أكرمي مثواه. يعني لما العزيز يوصي زوجه بأن تكرم مثوى ذلك الغلام ذلك العبد، معنى ذلك أن الرقة القلبية سكنت في قلوب المصريين صحيح، وأن الشهامة والمروءة والنجدة
إنما هي طبع أصيل في نفوس المصريين جميعا. أحسنت. عبر التاريخ. نعم نعم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يجعل بيوت المصريين جميعا قبلة، قبلة للعبادة، ما شاء الله، من المعلوم أن المسلمين يصلون في المساجد. نعم. وأن إخواننا المسيحيين يصلون في الكنائس. نعم. وأن اليهود يصلون في البيع. نعم. تماما. البيع ليه أماكن العبادة. نعم. الأديرة. نعم. بالضبط. الأديرة. تمام. أو المعابد. 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 نعم. القرآن الكريم لما يأتي يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. نعم. واجعلوا بيوتكم قبلة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن جعل الله تعالى بيوت المصريين محلا للعبادة وجعلها قبلة إكراما لكليم الله موسى عليه السلام، وهبة وعطية ومنحة من الله وميزة من الله لعموم البيوت المصرية. هذا مذكور في القرآن الكريم. جميل جميل. فليس إذن بمستغرى رائع هذا الاستخلاص من القرآن. نعم. ما شاء الله. يعني جميل. نعم. فإذن وأيضا مصر لم تكن دولة مهلهلة عبر التاريخ، وإنما كانت دولة لها قانون ولها قيادة ولها ريادة ولها نظام ولها احترام وعندها عرش. نعم. بدليل أن القرآن الكريم لما تحدث عن يوسف قال: ورفع أبويه على العرش. إذن لها عرش. هذا يدل على التمكن. فالمصري لم يكن يوما ما صاحب حضارة فحسب. نعم. وإنما صانع حضارة. نعم. فليس إذن بمستغرب على المصريين أن يكون بينهم رحمة وتراحم في موائد. نعم. الرحمن في رمضان. صحيح. هذا ليس ببعيد عنهم. نعم. نعم. ولذلك موائد الرحمن هي أمل كبير في رحمة الله، تدل على الرحمة. نعم. ولذلك هذا نداء: يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أيها الصائمون، تراحموا فيما بينكم. نعم. لو تراحم الناس فيما بينهم وأطعم بعضهم بعضا وحن بعضهم على بعض ورأف بعضهم ببعض ولطف بعضهم ببعض ومد بعضهم الأيادي إلى بعض، لو تراحم الناس فيما بينهم. نعم. ما كان فيهم ولا منهم شقي ولا مهضوم ولا مغبون ولا محروم. نعم. لو تراحم الناس فيما بينهم لاطمأنت النفوس في المضاجع. صحيح. ولكفت الأعين. صحيح. عن المدامع. نعم. الرحمة. نعم. مطلوبة خاصة في مثل هذه الأيام. نعم. القرآن يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم. واسمح لي بهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل الحوار، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك أستاذنا الدكتور. رحب الله بك. أهلا وسهلا يا دكتور أشرف. فضيلة الدكتور، يعني تحدثنا قبل الفاصل عن إطعام الطعام وإفطار الصائمين في هذا الشهر الكريم وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لو تحدثنا عن فضل قراءة القرآن في هذا الشهر والتدبر، يعني ونحاول في هذا اللقاء أن نضع خطا عريضا تحت كلمة التدبر، لأن البعض ربما يختم القرآن مرات كثيرة في هذا الشهر الكريم دون أن يدرك معاني هذه الآيات أو يتدبر في هذه الآيات وما نزلت من أجله هذه الآيات. كيف نتدبر القرآن في هذا الشهر وكيف نحصل على الأجر الكبير والعظيم في هذا الشهر الكريم؟ أذكر هنا قوله تعالى في سورة البقرة: نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم. نعم. في كل سنبلة 100 حبة. نعم. والله يضاعف لمن يشاء. لمن يشاء. سبحانه. والله واسع عليم. نعم. سبحانه. في إمكان أي مسلم إن شاء الله أن ينال من الله سبحانه وتعالى على الأقل 1,000,000 حسنة في رمضان. ما شاء الله. وإذا أخلص النية لله تعالى في قراءته للقرآن الكريم أو في سماعه للقرآن الكريم، من الممكن أن يضاعف الله له أجر إلى 10,000,000 أو إلى 700,000,000. ما شاء الله. يقرب من مليار حسنة. مليار حسنة في هذا الشهر. والله يقرب. نعم. يعني حضرتك أشرت لمن استمع أيضا للقرآن. طبعا. وليس من قرأ. لمن طبعا. لا يقرأ أو لا يعرف القراءة. نعم. نعم. لماذا؟ القرآن حروفه تقترب من 1,000,000 حرف. نعم.
أنا لو ختمت القرآن الكريم مرة واحدة في رمضان، والله يضاعف لمن يشاء، والله نعم واسع عليم، لعلني أقترب نعم من مليار حسنة بسم الله ما شاء أنالها الله في رمضان. نعم لو أنني قرأت القرآن قراءة متأنية متدبرة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم وقرأت القرآن واستشعرت عظمة الله سبحانه وتعالى عند تلاوتي للقرآن، إن كان بإمكاني أن يقرأ، وإن لم يكن في إمكاني لعلني ضعيف في القراءة، لعلني لا أجيد أحكام التجويد، ذلك لا ينقص من أجري، بالعكس القارئ أو الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له به أجران ما شاء الله، يعني الكريم سبحانه وتعالى لن يحرمه أجرا. ولذلك كأنني أقول بأن الله عز وجل أقام الحجة على كل المسلمين، فلا عذر لمعتذر في هجره للقرآن الكريم. لا تقل أنا لا أحسن القراءة، إذا كنت لا تحسن القراءة فإن الله عز وجل وهبك أذنين تسمعان كل شيء. لو سمحت شغل إحدى القنوات الفضائية التي يتلى فيها القرآن ليلا ونهارا على مدار الساعة عندك في الدش، تفضل استمع إلى في بيتك القرآن وفي سيارتك في بيتك وفي سيارتك وفي كل مكان، في تلفونك. نحن نضيع ساعات وساعات على أشياء تافهة لا قيمة لها أمام التلفون. أولى بنا في هذا الشهر الفضيل أن ننظر إلى آيات القرآن الكريم، لأن النظر إلى المصحف عبادة، عبادة عبادة لها ثواب، وأن نشنف أسماعنا وأن نعطر ألسنتنا بتلاوة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وعرف حدوده وتحفظ ما كان ينبغي له أدخله الله الجنة، واحد. اثنين: وشفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار يوم القيامة. بسم الله ما شاء الله. إذن رحمة كبيرة من الله، فلماذا نحرم أنفسنا من ذلك الثواب؟ ثم أود هنا أن أقول يا قارئ القرآن، يا سامع القرآن، لك عند الله تعالى بشرتان. البشارة الأولى أن الله سبحانه وتعالى وعدك بالمغفرة، البشارة الثانية وعدك بالشكر، بمعنى يتوجه الله إليك ببرقية شكر. يا قارئ القرآن يشكرك ربه، ما شاء الله. يا سامع القرآن يشكرك ربه، ما شاء الله. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. استمع يا دكتور أشرف، بماذا ختم الله الآيتين؟ إنه سبحانه وتعالى غفور، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، شكور، إن الله شاكر عليم، ما شاء الله. يشكرك يا قارئ القرآن، ما شاء الله. يشكرك يا تالي القرآن. جميل. القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه، فهلموا لكي نقنع عقولنا ونمتع قلوبنا بتلاوة القرآن. جميل. فالقرآن كتاب يقنع ويمتع، يقنعك عقلا ويمتعك قلبا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. نشكرك أستاذنا الدكتور على هذا اللقاء. بارك الله من فيك. شكرا دكتور أشرف. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.